والصحفية، الهدف منها هو التواصل مع المواطنين والمواطنات من خلال الصحافة مشكورة، أولا لتقييم العمل ديالنا كبرلمان، لتقييم العمل الحكومي، ولتقييم العلاقة ديال السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، يعني في إطار التعامل. يعني بالنسبة لنا كفرق التقدم والاشتراكية، الملاحظات عندنا جوج: تقييم سياسي وتقييم الكمي. بالنسبة للتقييم الكمي ديال أولا العددي ديال هاد الولاية، لاحظنا أن الحكومة لم تتفاعل، وهذا جاء في تصريح ديال السيد رئيس مجلس الشباب، مع تقريبا 50% ديال أولا 45% ديال الأسئلة الكتابية، وهذا ضرب صارخ للدستور والنظام الداخلي، بحيث كاين أجال محددة في الدستور للتجاوب مع الأسئلة الكتابية ديال السيدات والسادة المواطنين، بلا ما نهضروا على الموضوع أو الجوهر اللي كنلقاو أسئلة كتابية لا علاقة لها، أجوبة لا علاقة لها بالأسئلة اللي كيتقدموا بها السيدات والسادة النواب. المسألة الثانية هو عدم احترام سيد رئيس الحكومة للدستور والحضور في الأسئلة الشهرية داخل المجلس، ويتحدى يعني المجلس، وقال في تحذيره أنني غادي نجي ونهضر في المواضيع اللي بغيت، مع العلم أن الدستور والنظام الداخلي حنا اللي كنحضروا الأسئلة، بطبيعة الحال تسوفي الشروط ديال 30 يوم. هاد غير هاد جوج ديال الامثله اللي عطيتكم، هذا يعني بغيت تربطوا مع الرساله الملكيه اللي جات في الاحتفال بذكرى 60، اللي قال بان يجب اعطاء يعني الديمقراطيه التمثيليه يعني المكانه ديالها وتخليق الحياه السياسيه. ملي كنقولوا الديمقراطيه التمثيليه لا يعني البرلمان، يعني البرلمان، الحكومه، المجالس المنتخبه. ملي كنقولوا تخليق الحياه السياسيه يعني الاحزاب، كيعني البرلمان، كيعني الحكومه. ملي كنلقاو رئيس الحكومه كيخرق الدستور، وزراء كيخرقوا الدستور وما كيجوش في الاسئله، هذا من بين الامور، هذا غير مثال بسيط اللي كيبخس العمل السياسي والعمل البرلماني. المواطن ملي ما كيلقاش الاجوبه على الاسئله اللي كيطرح، ملي ما كيلقاش التفاعل اللي كيطرحوا السيدات والساده النواب ديال الحكومه، يعني كنوليو في واحد القبه ديال المسرحيه فقط، وما كتقومش بالدور ديالها. ولهذا اللي تخليق هذه الحياه السياسيه، بلا ما نهضر على الملفات ديال الفساد وكيفاش، هذا غير في الجانب ديال المؤسسه. خص على الاقل الحكومه اليوم تحترم الدستور، تحترم هذه المؤسسه لانها الدور، ومن خلالها المواطن غادي يثق في السياسه وفي السياسيين. ملي كيلقى بان الحكومه تتفاعل مع المطالب ديالها وتتفاعل مع المشاكل ديال المواطنين من خلال البرلمانيين، هذاك المواطن كيثق في البرلماني، كيثق في السياسي، وكنرجعوا السياسه يعني للوضعيه ديالها. مع الاسف الحكومه يعني في هذا النصف الولايه يعني تكرس هذا الكفر في الديمقراطيه، وهذا اللي ما بغيناش لبلادنا. ولهذا بغينا الحكومه، نتمنى في ما تبقى من هذه الولايه انها تعطي لهذه المؤسسه القيمه ديالها. مثال اخر ديال تبخيص هذا العمل هو بالنسبه للمقترحات قوانين، ويمكن لكم ترجعوا في الاختتام التصريح ديال السيد المجلس النواب، يعني لم يذكر ولو مقترح قانون، وهذا من صلب العمل ديالنا كبرلمانيين هو التشريع. يعني تم مصادره هذه المبادره ديالنا، ولينا داخل البرلمان غرفه تسجيل، يعني نصادق على واحد المشاريع قوانين اللي كتجيبها الحكومه فقط. يعني الا ما كانتش المبادره ديال لو تقبل ولو على الاقل، ما كنقولوش حنايا غادي نكونوا حنا كبر، ولكن على الاقل تفاعل مع المقترحات لما يزيد على 200 مقترح اللي تقدمنا به كفرق مجموعات المعارضه، ولا تتفاعل. ما كلفتش راسها الحكومه حتى الحضور في البرلمان لتقول لنا ولتبرر لنا سبب الرفض ديال هذا المقترح او التعامل معه. وهذا بطبيعه الحال مؤسف جدا اننا نستمروا في علاقتنا مع هذه الحكومه بهذا الشكل اللي داز به هذا النصف الولايه. Thank you.